وللحديث عن الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية للائتلاف الوطني السوري المعارض. أستاذ هيثم، يعني أرحب بك إلى هذه النشرة، ويعني تقدم ملموس للقوات السورية في تدمر ونزوح عشرات العائلات أيضا في نفس الوقت، يعني الرؤية المستقبلية القريبة لتدمر. يعني من حيث المبدأ، أنت تعرفين أن النظام السوري استخدم الشعب الأسد استخدم ميليشيات ومرتزقة من كل مكان، من إيران، من حزب الله، نعم، من العراق، من باكستان، من أفغانستان، وأخيرا من شرق آسيا، من يعني أطياف متعددة، بلغ تعداد المقاتلين إلى جانب نظام بشار الأسد 65,000. نعم. والروس لا يزالون موجودين في سوريا، وإن كان انسحب عدد من القوات الروسية، لكن هذه مسألة. والنظام مستمر في حربه، مستمر في قتل الشعب السوري، والعالم، المجتمع الدولي، ومع الأسف كثير من الدول العربية تتفرج عليه. لكن من حيث النتيجة لا يمكن كلها نظام يستطيع أن يتغلب على الشعب. فبالتالي المسألة تدمر بالأساس هو الذي سلمها إلى داعش، والآن إذا حارب مع داعش حول تدمر، فمسألة يعني قد تطول قليلا، ولكن من حيث المآل النصر سيتحقق للشعب السوري إن شاء الله. نعم. طيب ماذا عن قتل بعض القادة من التنظيم، من بينهم عبد الرحمن القادولي، يعني مدى تأثير ذلك على تنظيم داعش؟ وتنظيم داعش تعرف في شيء أساسي، كلهم ليسوا سوريين. اثنين، هم ليس لهم حاضنة في سوريا، لأن الشعب السوري لا يرفض التطرف من حيث المبدأ. نعم. التطرف ليس له مكان في سوريا، الشعب السوري شعب وسطي عاقل متفهم حضاري، وبالتالي ليس لداعش مكان في سوريا. طالما النظام موجود ستستمر داعش موجودة، ولكن عندما يسقط النظام سوف لا يكون لداعش مكان في سوريا. نعم. الأستاذ هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية للائتلاف الوطني السوري المعارض، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.